أنا اسمي عبد السلام، انولدت في مخيم رفح. بلاش أحكيلكوا وقتيش، لكن بعد الهجرة ب13 سنة. طول الوقت وأهلي يحكولي حكايات كلها سكنت جواي، كيف تهجروا في ال48 صارت ذكريات وصور. بس أنا كمان صرت حكاية، خليني أحكيها. حلاوتها لما تفضالي انا وانت، واللي في بالي يبقى لي وابقي مرغوبي وكفايه وجهي محبوبي، والباقي كله يتساوى. يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوه يا حلاوتي، يا حلاوة يا حلاوة لو يا حلاوة. الصورة زمان كانت كبيرة وواسعة، كان فيها بحر وشجر وهواء. الصورة كانت بتتنفس من المكان زينا بالظبط. كنت لما أروح أقف قدام سنتر التموين أشوفها هناك واقفة بشعرها الطويل المدلة ورجليها الطوال الحلوات وعيونها مسكرة ونايمة ويمكن بتحلم. تفتح عينيها علينا كلنا، مين قبل مين ودور مين اللي جاي ولمين الصورة رايحة. كلنا واقفين ومستنيين، خايفين كيف الصورة بدها تطلع، حلوة ولا بشعة ولا محروقة. زي ما حدا بستنى في المولود. ايدين إبراهيم حرب شطرات لأنه تعلم على مهله، بتلفت على الراجل اللي بده يتصور، بيقعدوا على كرسي الخشب. الراجل بتطلع في الكاميرا وبصير خايف وكأنه بدها تسرق روحه. بقرب إبراهيم حرب عليه وبقرأ عليه وصيته، خليك جاي طلع هنا ترمشش. أيوه هيك مضبوط، تكتب ترسم شيل شوية. أيوه مبروك.